انتوا كنتوا شركاء الحريه والتغيير او قحط في المحتقلات والسجون، وواضح انكم شركاء نضال، يعني لماذا لم يتم الاعتراف بكم؟ هل ده جزء من المنظومه بتاعت الاستفراد بالسلطه في الوقت الحالي؟ طيب طبعا السؤال يسالوا هم مش انا، يعني هم تقول لهم الزول ده في تغييمك ليه؟ يعني انا بجيك في التغييم، لكن في نقطه هم دار اقول لك الحاقا لكلام السابق. نعم. في ناس طبعا انا قلت الكلام ده تقريبا مره في بوستي ولا كده، قاموا قالوا دكتور الجزوري قال قحط دي اشر من المؤتمر الوطني. طيب يا جماعه الله يرضى عنكم، هي دي سياسه ودستور ولا كلام بتاع عواطف؟ سياسه ودستور مش؟ نعم. انا كان عندي حزب عنده 52 وما بيقبل تشريعات الا ب 75، وعندي حزب الان عنده 67 وكل التشريعات بيبررها بال 67. القصه هي لا دايره درس عصر ولا دايره قرايه كثيره ولا دايره اي شيء. قحطي عملت على ان تكرس دكتاتوريتها، بل في امور انا مستغرب كيف قبلوها العساكر. زي شنو؟ طيب قحطي انا خلي هي الصفقه كالاتي، العساكر ديل خايفين بس على القوات النظاميه بس، يعني ما عندهم شغله بالتشريعات الثانيه، توقعوا سيدا وما توقعوا سيدا وتعملوا دارين تعملوا كده يعني. ولذلك هم حرصوا على انه اصلاح القوات النظاميه للقوات النظاميه بس، قحطي ما تتدخل فيها. لا ترفد زول من الجيش ولا تعين زول في الجيش، فحموا محلتهم، احنا كنا دايرين انهم يكونوا اكبر من ذلك. ما قصتهم يحموا محلتهم ويخلوا المدنيين ده يدوسوا بعض قحط، تفصل الناس من وكيل وزاره لغفير وتفرتق الخدمه ما يقدروا يتدخل الان، مجلس السياده ما يستطيع التدخل لو قحط دي شلعت الخدمه المدنيه دي كلها وجابت ناس الان اجانب جنستهم بعدين بقتهم في الخدمه المدنيه، لا يستطيع مجلس السياده يتدخل. واضح يا دكتور انك فاصل قحط من حكومه حمدوك. لا لا ما فاصل، نفس الفكره. يعني تفتكر انه وزاره حمدوك بينفذوا في برنامج قحط فقط؟ كيف ما بينفذوا؟ بينفذوا في البرنامج لو سمحت، ينفذوا اي برنامج؟ بينفذوا في البرنامج الاسعافي. طيب ما بينفذوا في اي برنامج. طيب الدكتور حمدوك قال انا ما ادوني برنامج، ما ادوا برنامج بس طالع ادوا بعدها، بعد ما قال ما ادوا برنامج مش ادوا البرنامج ده 124 صفحه، لو مره ده تعمل معي حوار انا افند لك ال 124 صفحه دي. هذه ال 124 صفحه كارثه. طيب وهذه ال 124 صفحه دي مش حق يكون في كلام عن النهضه عن الاقتصاد، ده كلام بسيط، لكن الكلام عن اقتلاع الاسلام من التشريعات، اقتلاع الاسلام من القوانين، يعني ده هو ده همه، هي دي قصته هو. طيب دكتور، طيب انا ده انا بس اعبر يا اخواني، احنا الان عشان ما تشوفوا القصه تفتكروا هذا كلام فاضي، يعني ده كلام عنده بينات، وانا ذكرت اربع مواد، ماده 8 ماده 22 ماده 24 ماده 25. هذه المواد تكرس الدكتاتوريه. شنو دكتاتوريه قحط؟ طيب